يلا زد رصيدك، يلا 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 زد رصيدك. أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حلقة جديدة من كلام اليوم في النسخة السابعة من زد رصيدك. وصلنا للمرحلة التي نبحث فيها عن المتسابقين بعد اكتمال عددهم. ظننا أن 26 متسابق في القرية سيحيون الرياليتي، لكن مع الأسف وجدنا 26 متسابق تهاوشوا على شواحن الجوالات وحصلت مشكلة بينهم في الداخل، يبحثون عن شاحن، لكن يبدو لنا أن الشاحن المتنقل هذا حقي بيصير عليه نقاش كبير جدا بعد الحلقة. ما أدري أخرج فيه ولا ما أخرج فيه. سيد علي شواحنك موجودة، حياك الله علي. اللهم لك الحمد. شواحنك سيد علي؟ فلل جوالاتي قبل لا أدي وحطيت شواحنك برا. ايه، فالخوف اني اطلع بدون بطارية في الجهاز. جميل. استاذ منصور شواحن كيف امورها؟ حياك الله. الله يسلمك طول عمرك، انا ما انزل بالشواحن حقتي. ممتاز، احمد ربك. يعني الخطر علي انا بس؟ نعم، بس نحن ان شاء الله باذن الله نحميك استاذ هاني حتى الخروج من القرية. محزن مليان تصيرون عليه؟ ما نحميك، نحمي الشاحن. محزن مليان يعني؟ لا، على الشاحن، مو عليك. على الشاحن يا اخوان. طيب نشوف حل الموضوع هذا. المتسابقين جاءوا متعطشين للرياليتي، يفترض وصلنا مرحلة أنه نفرغ ناس من الإعداد يدخلون غرف النوم يقولون الكلمة الشهيرة عبي هواء، عبي هواء، ما في أحد على الهواء. هذا السؤال ما أقدر أناقشه اليوم لأن ما عندي وقت أبداً لأناقش. اليوم عندي ضيوف ثقال جداً 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 في الحلقة، عندي أربع ضيوف، أولهم راح نبدأ معهم هنا وراح نناقش هذا الشيء الجميل اللي صار في هذا اليوم، جرح سبتمبر مع محسن بن تركي. بين فقرة سي الضيوف في البداية اسمحوا لي رحب بعبد القادر الشهراني. مرحبا يا عبد القادر. الله يطول عمرك. يلا حيه. سعيد جدا والله اني موجود معكم كلام اليوم. اهلا وسهلا. الله يطول عمرك، نورتنا يا حبيبي. كان فداك نور نور. حياك الله. عبد القادر، تحب اسم عبد القادر ولا الدكتور عبد القادر؟ والله كلها زينه بس الدكتور ازين. دكتور حلو. طيب حياك الله دكتور. الله يحييك. مرحبا ومسهلا فيك. الله يطول عمرك. متشرفين جدا بوجودك. شرف لي. الله حياك الله. مرحبا يا محمد. الله يبارك فيك. يلا حيه. الله يخليك محمد. انت لك في المجال الطبي صح؟ تقريبا. نقول الدكتور ولا الشاعر؟ لا، بعيدا عن الالقاب. محمد مطيري. محمد مطيري. اي نعم. حياك الله يا محمد. الله يعافيك. متشرفين جدا بوجودك ومشرفنا يا حبيبي. الله يسعدك يا ابو شوق، والحمد لله على تواجدنا اليوم انا اخوي عبد القادر. شرف عظيم لي مع القامه عبد القادر اكون معه. جايك تسلم في حلقه واحده. الله يحييكم جميعا. محمد ومطيري وعبد القادر الشهراني، اذا جهزت المقاطع بلغوني. حنبدأ مع عبد القادر ومحمد، ثم في النصف ساعة الأخرى من الحلقة عندنا ضيفين أيضا من المتسابقين. لم يبقى المتسابقين إلا كل ثقيل في مادته وعظيم فيما يقدمه للجمهور. مقطع عبد القادر الشهراني جاهز معنا، نطلع له ونرجع في نقاش خاص مع عبد القادر الشهراني. من زد رصيدك 4 وزد رصيدك 5 وزد رصيدك 6 وحياتك سمعت اسمه كثير. اليوم مو في الميدان وبنشوف وش بيسوي عبد القادر الشهراني. 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 أنا مع الطيب أعطي عيوني، لكن الصعب أنا بمشي معه بنفس الأسلوب اللي يعاملني معه، لا ضرر ولا ضرار، ما راح أضر أحد. وإن شاء الله نقدم الشيء اللي يرضي الله سبحانه ثم يرضيكم. عبد القادر رجل من أفضل الشباب تربية وأخلاقا. يعني كل مقطع باليوتيوب قاعدين نشوفه نشوف تميز عبد القادر موجود فيه. عبد القادر يتميز بس بالذكاء الإعلامي، عنده زايد شوي، عارف الجمهور وش يبي، عارف الشاشة وش تبي، فقاعد يخدم نفسه بالطريقة. زد رصيدك في بداية يا هلا يا مسهلا. زد رصيدك زيد نكتب حروف البداية بالمحبة والغلا. زد رصيدك زيد نرفع الأخلاق راية بين رايات الملا. زد رصيدك زيد احنا وانتم للنهاية يا كذا ولا فلا. زد رصيدك زيد زد رصيدك زيد في بداية زد رصيدك في بداية زد رصيدك.
حياكم الله من جديد. أهلا عبد القادر. الله يطول عمرك. حياك عبد القادر. تجربتك مع البرنامج؟ والله تجربتي مع البرنامج الحمد لله كانت تجربة ممتازة. اليوم كنت في البث أقول هذه تجربة جميلة إذا ما كانت الأجمل في حياة عبد القادر. البث تابعته أنا اليوم. كنت تقول في بداية البث أنك الشهر الأول كان شهر صعب جدا جدا عليك. صعب أني تأقلمت في خصوصا لي أنا راعي سفريات وراعي جيات وطلعات والسوشيال ميديا يعني ماخذ من وقت الكثير. جميل. طبعا هذا حبيبنا وأخونا منصور كانت بعض السفريات معه وهو عارف كل شيء. أنا تشرفت. إيه بس هذا. كمل فكرتك عشان سؤالي حار والله برد أخذ سؤال عن السفرية. يعني كان صعب أني أتأقلم خصوصا أنه ما معنا لا جوالات. انت قلت في لحظه فاصله صار فيها تغيير. يعني هو اللحظه المفصليه اللي تغير كل شيء فيها لما طلعت. والنصيحه هذه كانت جت من كلام اليوم ولا؟ نعم. الله اكبر. كلام اليوم. الله اكبر. يعني ايش انتصرت؟ حصل الحق اصدر في البرنامج. يعني ده شيء نظر الحق والله حقاك يا اخوانا. اعتراض بالسنتك. شوف صلى على رسول الله. محمد اسمع الامور طيبه. احنا الحين عليك فتره من فترات. استغفر الله العظيم. يمكن حاتم كان ماسك لواء الموضوع انه هو اطلع يا عبد القادر. انا اتذكر يعني كلمتك قلت لي عبد القادر اطلع راح تشوف شيء بيعطيك معنويات راح يحفزك وفعلا انا طلعت وشفت شيء كبير صراحه وهو الشيء اللي حفزني وهي النقطه المفصليه في وجود عبد القادر في رصيدك 7 تحول جذري وعشان كذا احنا كنا نقول عبد القادر قبل خروجه وعبد القادر بعد خروجه. صحيح. الشيء الثاني والمهم انه احنا لما نطلع انت يمكن تعرف او تسمع من الناس جماهيريتك لكن لما تطلع وتشوفها بعينك هنا تفرق معك الموضوع يفرق فعليا. صحيح. منصور صحيح عبد القادر كان رائع جدا في البرنامج يعني صاحب الادب الرفيع. أول سؤال كذا فضولي بترجع بها ولا تبقى في الرياض بعد البرنامج؟ والله احتمال كبير للرياض ولا بها. تقدر تفصح عن المعلومة هذه؟ والله أنا رغبة وأتوقع أنه في جدة إن شاء الله إذا الله كتب. طيب عبد القادر تجربتك من 10 في البرنامج؟ أنا أعطيها 8.5 إلى 9. طيب قبل البرنامج كنت 8.5 ولا 9؟ كيف؟ قبل البرنامج أنت نجم. لا والله هي فرق ترى يعني المتابعين في السوشيال ميديا في بعضهم ما يتابع بداية وفي بداية يعني أول ما يعرفوني يعني صار مزيج بينها. أها جميل جدا. عبد القادر صباح خير. صباح النور. تك العافية أول شيء. الله يعافيك. قدمت شيء جميل في البرنامج وفي بداية طريقك في المشوار. هل كان عند عبد القادر لغة الأنا أنه أنا المشهور قبل البرنامج أنا على بعض الزملاء أو على بعض الشخصيات وشفناها على بعض التصاريح في برنامج زد رصيدك؟ بالنسبة لي نهائيا لغة الأنا مع أخوياي مستحيل أقولها لكن لما يحتاج الموقف بس من دون أخوياي لأن أخوياي هم من الروح مستحيل أقول هالشيء. محمد موجود يعني تقدر تسألون تقدر تسأل الشباب مستحيل أنا زيهم الآن في برنامج كلنا سوا متسابقين. ما جاك الوقت محمد. كلنا متسابقين برنامج واحد ويعني تفضل سلق عبد القادر. قلت له أنا قبل شيء كنت تناقش مع محمد قلت لك يا أخي إذا في عندك مشكلة ترى إحنا نعاني من علي يعني فلا تناظره. أنا ما أدري شو وضع الحين سألني يسوي حركات ما أدري إيش سالفة. ترى أنت ما تشوف حاتم شيء عادي. الله يسوي خلاص. أنا إذا سأل وطلع. إذا سأل حاتم يحط دفتر بيني وبينه عشان ما يوضح فهمت؟ لا بس أنا نهائيا ما كان في لغة الأنا مع أخوياي نهائيا. بالعكس إحنا أخوان والحمد لله يعني كسبتهم ولو ما أطلع من البرنامج هذا إلا بأخوياي اللي هنا أنا كسبت. عبد القادر متى عاد إلى من الاحتراف؟ إلى النادي الأساسي. والله شوف هذه شهادة منك حبيبي. أنا مع الكل ومحترف يعني وضعي أوكي ممتاز. أحسنت. فأنا والله مع الكل تلاقيني مع أبو فجر تلاقيني مع أبو حور مع الشباب مع الغوازي مع ابن عمره مع ابن جليغم. أنا إنسان اجتماعي وأحب أكون مع الكل. حلو. عمري ما حصرت نفسي مع أحد. عبد القادر بس رأينا شخصية عبد القادر في مع أبو حور أكثر يعني أريحية مع الغازي بنطاق آخر وبشخصية أخرى. والله شوف إذا ممكن أريحية لأني أنا أعرف أبو حور عن معرفة سابقة يعني بالسنين تفرق المعرفة اللي بالسنين عن المعرفة اللي توك يعني في أشياء ممكن أمون على أبو حور فيها بقوة أنا متأكد 1,000,000% أنه ما راح يزعل لأني أعرفه طبعاً بس لما سؤال. أمزح يعني مع الشباب يعرف ممكن أنا ودي يعني. تأكد عن النقطة دي لأن كثير من الجمهور يرسلون أن عبد القادر يكذب أبو حور أبو حور صادق الديدان لا ما أدري إيش تحت الأرض اليوم أنا قلتها في البث أنا أبو حور أحب أستفزه لأنك لما تستفزه تطلع شخصيته حلوة وبعد رياكشن حقه ممتاز يعجبني يجي يصارخ عليك ويزعج فأنا أحب الشخصية هذه وأحيانا بعد أنا أرفز بن عمره. بس طيب. المقصد أنه أنت ما تكذبه لا رياليا أنت المقصد فيه أنه مزح لا مزح وبالعكس أبو
ابو حور مستحيل يشيل في خاطري علي، لان إيه؟ عارف ايش اللي في خاطري اصلا، ومستحيل يدخل بيننا شيء. طيب انا مستحيل ابدا ارجع نبه عن البورصه، لان البورصه ما عدتهم بعض المتسابقين، فهي مرت على الهواء طبعا. حلو. طيب ايوه حلو ما تمهم. عبد القادر دخل البرنامج وقال انا ممثل. صحيح. الان انت ممثل ولا لا؟ والله طول عمر السلامه ما يعني في البرنامج ما صلحت هالشيء كثير صراحه، لانه شفت انه في اشياء كثيره مختلفه. طيب سؤالي، انت ممثل الحين ولا لا؟ نعم ممثل. مرحبا ومسهلا. طيب بعد البرنامج ان شاء الله انا راح اطور من نفسي. اللي عندكم اليوم غير اللي امس. بيض الله وجهك. فروشكا حبيبي. طيب دكتور كرك، انت مين الطيور هذول؟ يعطيكم الف عافيه. والله ما حد قال من فلوسك ما حق ملان. ليش تحط عنده هذا؟ انت تعرف والله لا ما يشرب شيء. شكرا. ما يشربون ما علي الغامدي معروف صح. الله يسعدك. قول امين. شكرا لك. انا طيب عبد القادر برجع معك فكره ثانيه. حلو عبد القادر، عندي اخبار سريه تقول ان عبد القادر كان حالف قبل البرنامج او متحدي مع مجموعه من الناس انه ما يصير. خلي مالك 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 اكمل السؤال واعطيك الاسماء. طيب اكمل السؤال. انه ما يصير منشد وخالد حامد. بالضبط. كان في نقاش بينك وبين مجموعه من الشباب من نجوم بدايه السابقين انه ممكن تصير، ممكن يا عبد القادر تدخل برنامج زيك زي البقيه بتصير منشد. والله شوف، وانت حلفت انك ما تصير هذه الشخصيه. والله شوف يا طويل العمر والسلامه، فعليا صح الكلام هذا، كنا نستهبل وكنا نطقطق واقول للشباب انه بصير منشد، فكانوا يطقطقون علي فيها، فقول انا والله ما انت بتصير منشد. من باب الطقطق انه برامج الواقع اللي يدخلها يصير منشد، ولا من باب كنا نستهبل؟ نستهبل. انت فعلا عندك صوت جميل. ما اتوقع انه ذاك الصوت اللي يعني. لا احنا قررنا نسمعك في الحلقه دي على خشمي. تفضل. إيه ممتاز. اذا هذا خبر حسن لك على يدك. الله لا اكبر. لا ان شاء الله اليوم اكتشف المواهب مجال في الانشاد، ليش لا؟ بس يعني عندك توجه ولا لا؟ والله لسه ما في توجه. طيب عبد القادر، عبد القادر ابغى صفه في متسابق تقول ان هذه الصفه فريده ما مرت في برامج الواقع. غسلكم. من المتسابق وش الصفه؟ عبد السلام. ايوه. يعيش اللحظه على طول. يعني رياكشنه جميل رياكشن وبديء، سرعه بديهه ما شاء الله تبارك الله. في صفه جديده اكتشفتها في عبد القادر في البرنامج وش هي؟ صبور زياده على اللزوم. ايه صبور زياده على اللزوم. شيء كنت تعتقد لو ما كان في عبد القادر سينجح اكثر؟ لو ما كان حيوي بزياده. الحياء. حياوي بزياده، مع اني اشوف الحياء مشعب الايمان. الحياء مشعب، لكن الحياء اذا زاد زياده. اسال سؤال صريح. سم. عبد القادر انا عرفته قبل البرنامج اكثر مقاطعه، مو باكثر، كثير من مقاطعه مع حكمي اخويك. صحيح. وكنتوا تبدعوني اثنين. هل عبد القادر في هذا البرنامج افتقد حكمي لدرجه انك ظهرت في كثير من الاحيان كذا كانك يتيم في البرنامج؟ والله شوف حكمي احبه واغليه واعزه، واكيد اني بفقد انسان عزيز وغالي وبدينا انا وياه سوا. بس اني كاني يتيم، لا والله ما حسيت بهالشعور نهائيا. افتقدت حكمي في البرنامج؟ انا افتقدت حكمي وافتقدت استهباله وطقطقته وخوته وافتقدت الشباب كلهم، بس احساس اني يتيم ما حسيت. طيب في اعتراف هنا في الهاشتاج، ابقراه بتصرف طبعا. معنى الاعتراف تقول انه عبد القادر في سناب شخصيته ما كنت اتقبلها، لكن لما شفته بزد رصيدك سوالفه رائعه جدا وخلوق لابعد حد وافضل جنوبي باخر موسم في بدايه. فتقول انه شخصيتك في 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 زد رصيدك ظهرت بطريقه اخرى غير شخصيتك في سناب. طبيعي انها تظهر بازين، لانك رايح تشوف الشخص هذا على جميع حالاته. بالسناب في العاده انك تطلع وانت مجهز نفسك ولابس زين ومعدلك موضوع، صح ولا لا؟ صحيح. بس الرياليتي تطلع اي شيء، يعني الناس بتعرفك على طبيعتك، بتحبك عشان واقعيتك وعشانك على سجيتك. عبد القادر لبيه الف والخاطر زيرو. حبيبي والله ما سمعت، بس احس انه شيء كويس. يقول لك لبيه الف والخاطر زيرو، بس يلا مشها معك زود. ما عاد وقفت على لا لا امزح معك يا اخي، انا ما ندفي الجو بايد مره. لا لا بس كرك سلطان ما شاء الله مضبط الوضع. استاهل. اتوقع محمد المطير منضغط، اذا الحلقه باقي عليه عاد نخلص الموضوع بسرعه. يلا اخر سؤال. اخر سؤال استاذ عبد القادر، واجهت نجاح كبير قبل في السوشيال ميديا وكنت نجم جميل، هل النجاح هذا يوازي النجاح اللي حققته بداية ولا تعدى؟ وخلنا بريحيه لانه شوف كثير اني انا بديت مصر. شوف عبد القادر علي، هذا نفس سؤالي يا اخي. ها هذا نفس سؤالي. احنا توارد خواطر استاذ منصور. شوف يا ما كان ينبغي استاذ منصور علي، انا اكتشفت فيك ميزه. ميزته وش هي؟ ها يا اخي تسال وتسحب على الواحد، شو وضعك؟ تسال وطالع يمين وسار وتركتني. ايش الريالتي؟ شوف والله انا يعني صعب الموازنه بينها، لاني والله لا يحيي العدو، والله ما جاب يسالني واسحب علي. ليه؟ سلامات، وين عايشين يا حبيبي؟ تقرا انت ولا؟ تقرا
طيب لا ترد عليها عادي تبغى ترد لا شكل عادي عادي لا لا بعض الناس طيب خليني ارد على سؤال علي سؤال والله ممتاز سم. انا اقول يا علي انا بديت من الصفر بس بعلمك حاجه يا اخوي عبد القادر كثير من الاشخاص اللي يكون في بدايه يكون مثالي في جوابه الجمهور بدايه واذا خرج من بدايه ابد اصبح الشخصيه الاخرى التي لا بالعكس يصدم الجمهور بشكل كبير تقديرهم واحترامهم والاشخاص اللي دعموني وقفوا معي من اول لهم تقدير واحترامهم الحين ما شاء الله تبارك الله مزيج من اللي يتابعون بدايه ومزيج من اللي كانوا يتابعون عبد القادر من اول وانا احترمهم وافتخر فيهم طيب عبد القادر في ناس تقول اقنعوا عبد القادر يدش شيله صوته فيه احساس وحاطين بيتزا صح صح ايش قصتك مع البيتزا دي والله البيتزا انا حاطه جنب النك حق بيتزا ببروني بعد اي بيتزا ببروني ما في الا في خضار حطيت بس ما في طيب دي. ليش تحب البيتزا فعلا والله فعليا احب البيتزا وكانت يعني ازين شيء يعني تخصص من الاكلات عندي عبد القادر ابشر والله بيتزا تسلم الله يطول بس منك ما في شيء حبيبي اذا ضميت المحزن مليان كل شيء مقبول منك للاسف ما عندي مشكله انا اعطيها للنياك صدق وجهها شعلها بالعافيه انا حطيت هذا الشيء يعني حاجه رمزيه سبحان الله انتشرت وحبيت الفكره عبد القادر شخصيه ابوك اثرت عليك كثير الجانب القانوني شوي عندهم مربعات وصارمين شوي والله استاذ هاني تركت تلعب في المحظور انتبه ابوي صحيح انه دقيق يعني مره إيه؟ يعني ما يفوت عليه اي شيء واضح من جلسته مع الضيوف في ذاك اليوم كيف جاي محشر بعض الناس لكن ما انا ماني دقيق مره يعني انا امشي بعض الامور انا اشوفها قدامي وامشيها تقريبا ابوي ما يشوفها يقول لك ترى صلحت كذا وكذا وهو بيض الله وجهه والله يخلي لي اكيد انا بيعلمني الصعب والغلط جميل جدا شخصيه برا البرنامج دعمت كثير هذا اخر سؤال بسالك اياه امي امك امي ويمكن ذكرت اليوم في البث انك لما طلعت سمعت كلام الوالد وده اثر عليك كثير جدا فعليا انا يمكن انت صارت لي سالفه اول ما طلعت بالصدفه كنت طالع رايح فندق ريست نايت والله بفتح جوالي الا موجود من امي راجع النفداء قالت وينك قلت توي طلعت من القريه قالت تعاني في الفندق وارسلت اللوكيشن والله ما كنت ادري ولا رتبت لها ولا اعرف اي شيء جميل جدا الله يحفظها لك الله يسمع منك ويرزقك وانا عندي بس حاجه بختم بها اقول مهما اختلفنا ومهما يعني زاد النقاش زعلنا من بعض يعني احنا نبقى اخوان وهذه ثلاثة شهور بتروح ما يبقى لك الا الذكر الطيب انا مسامحكم واتمنى انكم تسامحوني لو غلطنا عليكم والله يحللكم ما اخطات على استاذ عبد القادر ابدا ما بالنسبه لعلي خذ راحتك لا لا ما اخطات لا تسامحني ولا شيء لاني ما جيتك لا لا ما اخطات انا اللي بسامحك استاذ عبد القادر ما اخطينا عليك ولا اخطات علينا بالعكس لا هو انا اقول لك ما هو بعض الناس يفهم الامور خاصه في الشاشه يفهمون الامور امور شخصيه والواقع انه احنا الجميع يعني هنا سواء عبد القادر ولا غيره الجميع اخوان والنقاش اللي يحصل هو نقاش مهني فقط لا يصل لجانب الجوانب الشخصيه وايضا استاذ هاني يبقون في الاول والاخير متسابقين تطلع انت خصمي في كلام اليوم علي طيب على المايكوف في المنازعات شكرا لك عبد القادر الله يعطيك العافيه بتكون معنا باقي في فقره محمد اذا كان عندك تنسيق في بروفات او شيء نعذرك والله في بروفات طيب لان باقي زملائك بعد بيحضرون معنا من حق البروفات في مدي بيأجلون لا سعيد جدا وانبسطت ابي طيب اجل نشوف مقطع محمد المطيري نرجع لكم محمد المطيري معك طال عمرك 22 رقم حمل لنا اسم متسابق انضم لعالم زد رصيدك محمد المطيري شاعر ذا حرف قوي وصوت ذا ترنيم ونجومية ابتدأت من هنا وستستمر للأعلى لكن الحمد لله قومت ومشيت وتعبت واجتهدت وجيت لهنا محمد المطيري الإبداع يتجسد رجلا هل حياة التجربة جرب ولك ما تطلبه حارب لأجل المعرفة واصنع لنفسك فلسفة هالدنيا ما فيها صعب بكرة حلمي بلا مزاح هالدنيا ما فيها صعب بكرة حلمي بلا مزاح تمكين وانا حي ابوي يلي علشان مكازي تبايلي في هجير الشمس ما تلقين في يا من رأيتك تستفز مكاني
لا تستفز مشاعري وكياني. يا سيد الشعر الثري المهيب، يا مرحبا بك خالد سعود الكبير. من قال ما حد له بعد داره سكن؟ تبقى السعودية هنا والسلطنة. واسأل سؤالي المبتلي اللي من يدينك هلك في ذمتك، ما اشتقت لي أنا وربي اشتقت لك. وحدودك وحدودي ثق زود يا ابن جخير، واختم بهالشطرين شفني من البحرين واشوفك سعودي. ولأول مرة لهالموسم الشخص يتأهل للنهائي. للسما نور وضي محمد الطيري يبعد عننا الظلماء. محمد الطيري ودام حي يقدر يحصل القمة. محمد الطيري أعمل وحقق المنى، نادي ترى أنا هنا، كسر قيود الكون، هل ما يكون يكون. لا أضربك في الشبات حق سلطان. حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا في كلام اليوم. نرحب بضيفنا الآخر في هذا اللقاء الأستاذ محمد المطيري. حياك الله محمد. الله يبارك فيك أستاذ منصور، شرفت ونورت وأرحبت. يا بعد راس علي الغامدي تفضل. أهلا وسهلا محمد. أنا أتمنى أنه ما يبدأ السؤال عليه، لأن لا. إلى الآن ما صب لي شباتي، عارف أن محمد لا جلس لازم يصب لي كرش. ما صب شباتي ولا أكل كرش. لا وغير يأكل كرش، يأكل شباتي من أول. كم باقي محمد طيري وخلصت؟ أتمنى أنك تصب لي بس. استاهل استاهل محمد. دقيقة ونص دي بحجم كبير. طيب محمد إيش فيك كذا؟ أول شيء محمد طيري صباح الخير. نعم أنا مع الصبر. والله ريلاكس بالعكس جدا. بس المستفز اللي في جنبي اذا انت زعلان ولا متضايق عادي، الفقر في بدايه متسابقين كثر نجيب من بتطلع برا اللي تبي. الله يطول عمرك. اول شيء صباح الخير. الله يعطيك العافيه محمد. اول شيء دخلت البرنامج وذكرناه من بدايه البرنامج، قبل كل شيء اني انا احبك. الله يحبك. ادري والله اشوف انك ما قلت في شك عشان لا والله ادري يعني. حبيبي ادري، لان انت مختلف داخل الفقره غير خارجها، نفس الشباب الباقيين. حبيبي محمد حققت شخصية مختلفة عن كل الشباب في البرنامج، وواجهتك في أول 3 أيام عند المنارة بالضبط، وقلت لك كلام معين، قلت تحفظ بس المعادلة البسيطة هذه اللي يعني توصلك للمراحل الكبيرة في البرنامج. ممكن ما قلنا عن طريق أني أتفلسف عليك، بالعكس خبرة بسيطة نقول لمحمد مطير أخوي. محمد بعض الأشياء المفصلية حدثت في البرنامج لمحمد عن طريق سواء كرسيكم في الشروم أو عن طريق ريالتي أو عن طريق الإدارة، هل محمد راضي كل الرضا عن هذه المفصليات ولا لا؟ ما أتكلم عن راضي محمد مطيري كهوى، ريالتي، تواجد، حضور، المفصليات هذه اللي حدثت محمد مطيري في البرنامج هل هو راضي عنها كل الرضا؟ اللي هي مثلا كرسيكم في الشروم بدون ذكر كم حدث صار فيه، الإدارة، ريالتي، تبريرات، حدوث، روحة جية. أنا ماني براضي على شيء واحد اللي هو رفعت الصوت، ولا كل ما طالبت فيه حق من حقوقي، أي شيء كان موجود أو شيء قلته هو كان شيء يخصني وتمنيت أني أخذه. أما رفعت الصوت أنا ما أرضى أني حتى أنا أكون بالموقف اللي أرفع فيه صوتي. طيب ممكن أقول لك حالي محمد، دشنت شيرتك ذاك يوم هنا في الديوانية وكنت عند شبة النار وكنا نبارك لك على الهواء، وقلنا بنبارك لك على الهواء. طلعت من هنا ناديناك في مشروع ما جيت، ليش؟ ما ناديتوني. لا قلت محمد مطيري احتاج. انا والله ما كنت موجود، كنت هنا على فكرة. دقيقة على الشيلة استغفر الله، كنت موجود. كان غازي الذيابي يوم قلتوا نبي محمد مطيري نبي غازي الذيابي. ابو ربيع كان في المسرح، دخلت اخذت لي 20 دقيقة وسمعت ورديت ثاني مره قلته محمد مو ما في احد متواجد. على العموم محمد مبروك على اخر دقيقتين، انا كنت متواجد لكم في الشروم. تجينا وانت زعلان ولا تجينا وانت راضي دائما؟ لا والله بالعكس، اذا كان الموضوع يدعو العصبيه ولا متضايق اكيد بكون بجي متضايق طبيعه اي انسان. لا بس كذا مره دعينا كنت مبسوط ما جيتنا، يعني المفروض الشيله تكون اكثر انسان سعيد ذاك اليوم، المفروض تجينا بشغف انه شيلتي وعملي اللي انا فرحان فيه. فلما ناديناك كان المفروض انك تكون مثل الغزال الجميل اللي لا الغزال الجميل ان طال عمرك. بس انا اقول لك يا راسي لا ما عليها، ما جاء من خاطر اول ما عليك. اذا جيتي الكونفشن روم عشان قولة مبروك، فانا احس انها
ما تعطيني ولا تعطيكم، انا اشوف ان الافضل الاشاده واعطاء كل ذي حق حقه هي اللي تكفيني وتكفيكم، وادري انكم منصفين وغيركم منصف ويشوف العمل والامور ماشيه. ايوه شكرا لك، انا ودي اعطي الشباب المجال بعدين ارجع لك استاذ محمد. صب الكرك الله يعافيك. اعطيك شباتي؟ لا الكرك. محمد علي علي نجحت ولا فشلت؟ وفيش؟ ها؟ فيش؟ في الفقره اللي سويتها قبل شوي. سيفي ولا سيفي؟ لا علي علي قاعد يقول لا تبدا مع محمد، خليني ابدا مع محمد انا. لا لا عادي مسموح. ناويك على حبيبي. لا 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 هو ناويين من بدري من يوم جلستي. صب الكرك ما هو بصب الشباتي، صب الكرك عاد تبدل له. خذرا حطه في جبن هنا مساحه. لا ما ادري. طيب محمد حياك الله. محمد الله يعطيك العافيه. يمكن شباتي حق سلطان عشرنا عن تقديم الفقره بدايه عودتك، فرصه جيده ان تكون ضيفنا اليوم. عندي اكثر من سؤال ودي اسالك اياهم، يمكن علي سبقني بسؤال من الاسئله. لكن بشكل عام محمد ابيك تقيم تجربتك في البرنامج بشكل عام. محمد بس بعد اذنك. اي ترى كلموني الشباب بعد يقولون احنا ننتظرك. اي عشان البروفات. يعطيك العافيه. شكرا لك. توفيق يا عبد القادر. توفيق يا ابو توفيق الله يحفظك حبيبي. اسلم يا ابو محمد. ميسر الامور ان شاء الله. ركز معي استاذ محمد. تقييمك لمشاركتك في البرنامج. من كم يعني؟ من 10؟ مثلا من 10 راضي غير راضي بشكل عام، اي طريقه تقييم تجربتك؟ كرياليتي او كطبيعه اللي اعيشها انا اتوقع اني وصلت 8 من 10. راضي يعني. اعطيك تقييم انا؟ اعطيك تقييم استاذ محمد ضيعي؟ اللي تبي. انا اقيم محمد ضيعي على فكره يعني لاني مستفيد منه ولا انت مستفيد منه، اعطي التقييم وبس. عادي بالعكس ايضا ما زلت استاذ محمد ضيعي متسابق الان. وتبغى انت مذيع بسيط في يا انتوا تتكافلون مع بعض. لا لاني هو يحبني وانا احبه، وانتوا عارفين الشيء ذا خلف الشاشه. صل على النبي. انا توني اقيم، انا اقيم محمد مطيري 20 من 10. بعد راسي. شوف ما هو انه على اساس محمد صديق او شيء، المقارب اللي نشوفها على الهواء، الوضوح على الهواء بالعكس بسيط جدا. يمكن واحد شاف دفع على الهواء زعل، انا فلان من فلان الفلان الفلاني من جد الفلاني، كيف تدفني على الهواء؟ هذا صك خوي بطحين، الثاني بفيري، الثالث بسطن المويه ثلج وما ادري شلون، يعني الوضع بسيط جدا. الريالتي ما لم اكسرك ولا اضرك او اسبب لك مشكله، وضع الريالتي بسيط جدا. فانا قلت من بدايه البرنامج اللي كان يصير من مزح وضحك مع محمد هذا اللي فعلا كان يشكل واقعي صحيح. محمد وين اصعب لحظه في البرنامج؟ اصعب نقطه في 90 يوم اللي مرت؟ 90 يوم ولا مع هزت فرصتك؟ كلها. اصعب لحظه لما قالوا عن مرضي على الهواء مباشر. في اصعب لحظه في مع استاذ سيد الشرعي. ايه كانت سيد الحارثي عفوا. لا استاذ ماجد او ماجد جعفر. كانت صعبه جدا بالنسبه لي. جدا كانت خانقه لي بالامر معين ان العائله عندي ما يدرون لا تعرف الامر ده. افضل لحظه تدشين اخوي سلطان لأوشكا فروشكا ودكتور كرك. جميل. يا سلام. ابى اسالك على اللحظه. طيب انا توقعت انها من ضمن اللحظات المؤثره لما جت بنتك او جت بناتك. يمكن هاللحظه كانت لنا مؤثره كلنا، كل اللي يشاهدون يعني. ضمتك لبنتك لما كانت تبكي قلت لها تبكين وانا ابوك موجود. هاللحظه كانت مؤثره للناس كثير. انا كنت اقول الكلمه ذي من قديم، لا تبكين ابوك حي. حتى لو جت من المدرسه زعلانه من شيء او متضايقه من شيء كنت اقول هالكلمه ودائما على لساني. فتاثيرها يمكن مؤثره للناس، لكن انا من خاطري دائما اقول هالكلمه لانها واقعي او اللي اعيشه انا. هذا هو بالبيت ولا غير البيت. الله يحفظهم لك ويخليهم لك ويرزقك برهم ان شاء الله وصلاحهم باذن الله. محمد بدايه البرنامج او زد فرصتك تحديدا كنت ملفت للانظار، يعني كنت جاذب للانظار. بعدها يعني ما ادري حصل زي دروب البسيط كذا. هل سؤالي هل كان لسبب اعلان الامر اللي ما كنت احد يبغى يعرفه كان له اثر نفسي خلاك شويه تتلخبط بدايه البرنامج؟ يعني بقول هالكلمه كلمه حق. انا كنت داخل محمد اللي يضحك اللي يستانس اللي يسولف اللي بيغطي كل شيء كان فيه ولا يبي يبين للناس، لان الناس ما لها مني الا البسمه والضحك والوناسه ولا لها منها الكلمه الطيبه. استغربت من هالكلمه هذه، ويوم طلعت ردت لي ردود عكسيه من واتساب ناس ترسل لي ايام زد فرصتك واتصالات من عماني من اقاربي. ناس ما كان عندها خبر. ما حد عنده خبر الا اخوي الكبير هذال الله يحفظه طول بعمره.
هو اللي كان يعلم الوحيد وما كنت أبين الخبر. بعد ما انتهى الخبر قلت خلاص ما يحتاج اني اقوله او ابينه لحد انه جاء الشيء الفلاني وانتهى ولله الحمد. حصل اتصالات وكذا هي اللي ردت لي موضوع انك شلون بتسوي الحين بتقدم قدام الناس الكوميديان الضحك الوناسة اي شيء. فاخذت فترة شهر او شهر ونص وعقبها بدأت ارجع الاموري اللي هي ان شاء الله. لكن تحت التأثير ذاك كان فترة طويلة. يعني نقدر نقول انه شهر ونص بداية البرنامج او شهر البرنامج شهر شهر وحاجة بسيطة. محمد مطيري ما كان في الجو لظرف لامور كثيرة منها هذا الظرف الكارثي. انا اعتبر انه كارثي وحطمني بزيادة. طب عطنا حتى دخلتي حتى دخلتي كانت كوميدية شوي ترى. طب عطنا اللحظة اللي تعتبر انها يعني رجعت فيها مجيد لمحمد مطيري اللي كان يبغى يدخل بالنفسية الحلوة ذيك. اللحظة اللي رجعت فيها بعد شهر شهر ونص على قولك شهر أو شهر وشوي من في لحظة يعني. معينة كانت سبب أنك ترجع من جديد؟ لا والله المزح المقالب اللي بدته تأقلمت مع الضيوف اللي معنا في الفترة الثانية أبو حور ومحمد بن شخير. أتمنى يكونوا قريبين منا جدا. أتمنى بين الضيوف محسب بن تركي يكون قريب بعد معنا في الكونفشن روم إذا كان في وقت نأخذه عشان جرح ستمر. محمد سم. لو عاد بك الزمان للوراء ايش الاشياء اللي حتغيرها في تجربه محمد المطيري؟ تجربه محمد المطيري في البرنامج في البرنامج نفسه إيه؟ لو رجع فيك الزمان احنا اليوم زد رصيدك واحد اول يوم هاشتاج زد رصيدك واحد على الشاشه او ما قبل يعني من قبل ابي من قبل انا سم. من مقابلتي للاستاذ فايز مدخل اللي احييه إيه؟ اني ما علمت بسر من اسراري هذا اللي اتمناه عشان اعيش حياتي اللي بشوف نفسي فيها وانسى الماضي اللي انا فيه. اثر جدا كشف هالسر؟ اي والله حساس انت يا محمد مره تقريبا احس ان الناس الغالي علي. جميل جدا. طيب محمد حتى كان ارتفاع ضغطي يوم كلام اليوم اني اشوفكم في الشاشه اخواني ويعني قدوات انتم. فكان لما يجي الكلام على الشاشه كنت اقول معقول هذول اللي كانوا يعني علمونا بالخطا والصح يقولون هالكلام عنا. فكان هذا مثير اللي احس من اللي احس او اللي يجي بيني وبينهم الاحساس دائما او الضيق اللي يجيني احس انه من الناس القريبه. الاحساس المثير هذا دافع ولا محبط لك؟ لا بالعكس هو دافع. في بعض المرات يعني محمد يبين له اخطاء مثل رفعت الصوت هذه انا اعتبر تم الاستفزاز اني رفعت صوتي لكن رفعت الصوت علمتني انه خطا كبير علي. انا بحياتي ما رفعت صوتي. جميل. لكن بشكل عام الإنسان اللي ما يشتغل ما يخطي محمد. أكيد. اللي ما يعمل ما يقدم شيء في البرنامج ما يخطي. محمد يعطيك العافية. عافيك. في يوم من الأيام في المطبخ صبحك بخير أبو علي يعطيك العافية. حبيبنا أبو علي. جاوبت على صبحة بعد من هنا. ما خلصت سؤال أستاذ محمد. لا بس أتكلم عشان أبو علي إذا ذكرت الأستاذ. تفضل. طيب. بأخذها معي. الموضوع كالتالي ذكرت في أحد الأجوبة إنك تقول لو عاد بي الزمان ما شاركت في برنامج واقعي. لا غير صحيح. قال هل ستشارك في برنامج واقعي؟ قادم قلت لا وانا فعلا اكتفي بهالتجربه. تجربه جميله وممتازه ليش انت الان عرفتنا بشخصيه محمد المطيري كمشاهد اولا الان كمشاهد انا لما يطرح لي مثلا القناه تطرح مثلا تساؤلات واقتراحات في التويتر انه من تقترحون مثلا البرنامج القادم مثلا نقترح برنامج اللمبه والمناره برنامج جديد غير حياتك وتدرس يدك قالوا نبغى محمد المطيري ليش ما تشارك اولا انت قلت برنامج واقعي برنامج واقعي ثاني غير حياتك اولا بالعاده اولا في شروط بالعاده القناه تسوي برامج في رمضان كذا للنجوم فلو رشحوك الجمهور مثلا او رشحوك الاداره البرنامج حنعرف مبدئيا انك ما انت موافق لا برنامج بكون فيه لكن الواقعي واقعي هو انا حددت له اذا واقعي التجربه هذه تكفيني انا وبعدين في اظن من الشروط او العقود تعرف انت شو الشرط اللي موجود في العقود طيب هل وش الشرط اللي هو 5 سنوات او أيوة. هذا القبيل قصدك موضوع انه في احتكار ولا ما في احتكار لا 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 يشارك كمتسابق كمتسابق في برنامج هو يقول كمتسابق في برنامج قناة بداية الله يحييك في ايوه اي برنامج بداية غير أيوة في قناة بداية أخرى لا بداية لها الفضل الكبير علي فضل بعد الله كبير علي انها جابت محمد والعالم شافت محمد على حياته وطبيعته رسالة لجمهورك محمد شو تقول له؟ اقول بيض الله وجهكم معي دائما قلبا وقالبا اتمنى اني بيضت الوجه اتمنى اني كنت عند حسن ظنهم
والحمد لله على كل حال قدمت ان شاء الله ما في كفايه. ترى ابو حور محمد المطيع محمد بن خير وقتكم جاي يتاخر ما حضر منكم احد، اتمنى يحضر منكم واحد الان لين عشان نبدا. محمد شخص خارج البرنامج كان داعم لكم بقوه ودك تشكره. اخوي شباب الله يحفظه ابو خالد، اخوي هذال، اخواني كلهم بس ما ابغى اذكر اسماء لانهم ما شاء الله يستاهلون. يستاهلون ما شاء الله العدد اللي انا باخذه. احنا نعرف انك انسان مهتم جدا بعلاقات داخل البرنامج. الحمد لله. افضل شخص خرجت معه بعلاقه جيده في نسخه ضد رصيدك سبعه. افضل شخص هذه سهل انا جاوب استاذ مصور. جاوب انا سلطان ابو حصه. انا قلت افضل واحد. افضل واحد هم اثنين كلهم جميع المتسابقين. لا دقيقه، جميع المتسابقين محمد. لا مو دبلوماسي والذي لا اله الا هو اني ما اجاوب دبلوماسي ابدا. هم الجميع تأيد كلام علي في اللي قاله سم تأيد كلام علي في جانب وجانب. لا الجميع اخواني واحبهم واعزهم واغليهم، لكن في 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 في, في تقارب في تقارب افكار او تقارب أرواح. يعني تبغى تقنعني محمد وزياده عليهم جابر كلهم عندك بنفس درجه المحبه؟ لا سنة الله تقول لا. منهم الجميع المتسابقين يعلم الله يعلم اخي كلكم كلهم خليني اكمل. طيب كلهم تحبوا ما احنا ما خلينا في هذا اللي اقوله. ايوه بس انه درجه محبه مثلا منصور غير عن هاني. لا في في نقطه ان الاشخاص دول يلتقون في نقطه ما انا التقي معهم في نفس النقطه هذه. يعني حتى تقارب الافكار بيننا يعني ما تحبهم حب جم كذا. ما في شيء اسمه حب كذا كومبليت. هم اقرب لي من عيني. طيب نقول لك من هو اعز شخص عندك؟ تحط واحد ما اقدر. هم اثنين. طيب محمد عندي الموضوع تمام. محمد لو في واحد من الربع بيشارك في زد رصيدك ثمانية أيه؟ ما هي النصيحة التي ستوجهها له؟ النصيحة أول شيء أقول لهم فكر فكر. شوف علي والله إنك عيني ومنصور وهذا، لكن بتكلم عن حاجة إنه كلام اليوم دائما. سلطان افتح مايكك. ما تبي؟ والله طالبك طلبه. الله يرجي بليسك. يعطيك العافيه. سلطان نادي بن شخير. هذول تكلم عن المشاهدين هذول معجبين في استاذ محمد طير وجماهيره. او ابو حور ارجع انت خليك بالكرك صب لي كرك اول. لا دراستي تسلم. لا تكبه زي محمد. جوابك الاخير؟ جوابي الاخير انصح بشيء واحد. ايوه اللي هو مهما تسوي لا تتابع المستفز ابو شوق دائما، لو انه مستفزازه ترى يعطي كميه او دافع قوي. لا يتابع. لا يتابع. انا تمنيت اني ما تابعت كلام اليوم ابدا. الحمد لله ربي هداك لك تابع. بتصبر؟ والله ابشرك انا صبرت اخذت فتره، لكن لابد نشوف. هداك الله لابد نشوفكم نجلد فيكم شويه. نجلد فيكم شويه. لو رجع البرنامج وتعدل في التجربه، كنت توقعتك تعدل انك ما تتابع كلام اليوم، لكنك ما عدلت هالفكره ذي. انا قلت انت سالتني ايش تنصح باللي بيشارك. لا انا قلت لو انت ايش تنصح نفسك انت بعد، لو قلت لك عدل في التجربه. لو رجع لك البرنامج الاول يوم حتوقف متابعه كلام اليوم؟ اي والله. ايوه تعتقد انك تتطور؟ اي ورب البيت. اها ما دامي ابعد عن ما يقول هاني ومنتقدين يعني حلو وحاتم يمكن هذا تراك في ارض الجمهور لو سمحت يعني عاد استفيد. محمد لا يا جماعه انت وقتي بس والله شوف كم رقم تصويتك سلم محمد حمد الذيب ما هم منها. كم رقم تصويتك؟ 22 فتبقى انت مقدم. نعم 22 ايوه اسلم اسلم. فاقول اصك اذوني واقدم اللي عندي واعيش حياتي زي ما انا قاعد اسوي الان. يعني حتى لو سمعتكم نوب بعض المرات اسمع اي كلمه ادخل وانسى الموضوع ولا كان شيء. اتوقع انه ممكن تسوون انتم كدافع او تتكلمون. انا ما ادري شو النيه اللي موجوده، لكن ان شاء الله نحسن. ما تدري وش النيه؟ نحسن الظن. ما تدري وش النيه؟ لا بس نختم عند هالنقطه. بنروح مقطع ابو حور ونرجع مع ابو حور ومحمد بن شخير. شرفونا حياك الله. شرفت نورت. كنت خفيف ظل وخفيف وزن وخفيف شنب. ان ابو حور يتفرد عن بقيه، واعتبر وجود ابو حور في البرنامج الى الان اضافه للشباب وايضا جاذب للشاشه. ابو حور صراحه اعجب في وصف الكلمات لانه ممتع على الشاشه، طريف على الشاشه، صانع الحدث الجميل ببساطه. لهذا الاسبوع هو نجم الاسبوع ونجم البرنامج كله ابو حور. فاز الفاز بي هو أبو حور. شمس النجاح مشاعلا وضياء. متخصصون في عسل السدر، مضمون بإذن الله 100%. حصل على أعلى تاريخ نسبة تصويت في فترة النمولية هو ساعة
الشمال جميل واللطيف والكمدياني عبد السلام الشهراني من المركز الثالث حصل على المتسابق لأعلى ثالث تصويت بيت الشباب هو تنشر في الحياة سناء قصص يسطر مجد أصحابها هلا هلا مرحبا مليوس مرحبا والليل طاب عزوتي وأحبها وبر في حبيدها والسلام المن حضر بإعداد مرجام السحاب والله يخلي لنا مجد البلاد وسيدها وشنعت روس القوافي والثمت خد السحاب وارتوت منها وعافتها وحلت قيدها وقبلت مثل السيوف اللي تقصبها الرقاب مثبتات في معانيها برقم قريدها كنت تسعد الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير حياكم الله من جديد أهلا البحور الله يعافيك يطول لي عمرك يا مرحبا مشاكس لكنك لذيذ أمح سبحان الله الذي جمعني بكم المطاليق في يوم من الأيام في هذا البرنامج الشيق لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وتأتي على قمم الأفعال قمم الشزمة على قدر أهل العزم تأتي العزائم الله أكبر تقدر تأخذ راحتك البحور طيب سألك البحور أنا أترك النص ساعة يتكلم من جمهورك أنت يعشق حديثك الحمد لله دون أسئلة الحمد لله إن شاء الله أن الله يجعلنا على قد الحقوة وما جعلني إلى هذه المراحل لله سبحانه وتعالى ثم هذا الجماهير الغفيرة الذين أعطونا الثقة وإن شاء الله نحن قدها بإذن الله تذكر ذاك اليوم فوق لا إله إلا الله أول يوم وين تذكر ذاك اليوم في الناضج قبل البرنامج تذكر في الناضج قال يا شباب لا تضحكون معي تروني ماني يعني بوريكم شغلكم لا فعلا فعلا اثبت وجوده بس انا سبب نجوميه انا قلت لهم حكم معي لا قلت انت لا بسم الله انا ترى الجدال معك يعني انا ادري انك منتصر دائما ابو حور ابو حور يعطيك العافيه اول مره اجادله من قريب اروح القطط هذه انا اريد الله يحفظك كان بيني وبينك الياف الله يطول عمرك يبارك فيك ولا يوفق العدو حبيبي ابو حور دخل بشخصيه البرنامج هذا الحمد لله الشخصية هذه نقول وبكل صراحة أكلت اليابس والأخضر في هذه القرية لا على متسابق فيه مبالغة ولا ما أبالغ أبدا أبو حور شخصية أمتعنا فوق الشنكو وتحت الأرض وجنب النياق وحول الخيام الموضوع بسيط جدا أبو حور كان سلس جدا في تعامل مع الإدارة في تعامل مع المتسابقين هل أبو حور أخذ نصائح من المتسابقين السابقين ولا ذكاء من أبو حور ولا حضور ولا عرف يجسد نفسه في هالبرنامج بعض الناس يا حبيب أخوها أنت والحاضرين اللي أحبكم والله يشهد على ذلك حبيبي لأن الحوار لا يفسد الود قضية تفضل وأهدى الله من أعطاني عيوبي فأنا يا طول عمر السلامة بعضهم قالوا كيف وصلت للمرحلة هذه قال والله كنت أوفق بين برامج اللي هذه من الله سبحانه وتعالى والله لا لي فيها لا 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 ناقة ولا جمل انها كلها تيسير من رب العالمين اما اللي يتوقع ان ابو حور يمشي على سيناريو معين فوالله لو اني كمبيوتر حتى انت بنجد فرصتك وانت قلت انا ما في خطه ما في كذا باللي بتشوفون بتشوفون وفعلا يعني كنت اقول وفعل امي ابو حور تقول الرجال من اول مقابله معك هو صادر يقول انا في راسي حيد احجار كريمه لو سمحت احجار كريمه قالت لي كذا فتقول والله انه صادق فعلا ترى انا قلت لابو حصه ذاك اليوم تحت الهواء الوالده وزوجته ابوي متهاوشين ذاك اليوم الوالده تقول ابو حور لازم ياخذ الجائزه وزوجته ابوي تقول لا بياخذها ابو حصه فالجائزه بينكم العلم عند الله يعني اذا ما حد منكم فاز بتصير لي مشكله في البيت والله الفوز اول شيء في الفوز بالجنه هي خير من الدنيا وما فيها هي الفوز المكسب الصح وأما في الدنيا يعني ولا تنسى نصيبك ولا تنسى نصيبك من الدنيا فإن جت الجائزة فلله الحمد وله الشكر والمنة وإما جت الجائزة فالجماهير الغفيرة ذي حب الناس لا يشترى بالدراهم شراء هذا حب الناس من الله سبحانه وتعالى يمكن هذه أكبر ميزة والله أبرز ميزة فيك أبو حور مكسب. أنك في كل محفل وكل مكان نحضر له أول واحد يقابلنا سواء طفل ولا كبير يقول سلم علي. على أبو حور أبو علي البحور والله سلم وش تخرب عليه؟ ما أدري بس نفس النطاق الجاذبية سلم على أبو حور فيعني هذا شيء ليهنك أبو حور حب الناس لك
وان شاء الله نقد هالحب. الجمهور الهاشتاج كله ارحب يا ابو حور وبنج خير، ارحب يا ابو حور وبنج خير، حلقه فخمه بحضور ابو حور وبنج خير. يمكن انتم من الاسماء اللي كانت من ركائز هالمحزم، يعني يمكن لولا هالاسمين يمكن ما بقي فيه شيء يعني. والله انت هو المكسب يعني. كان لكم حضور. في خلاف بعد في مونتاج ابو حور، هل اعطى ابو حور حقه ولا ما اعطى ابو حور حقه؟ يمكن ابو حور انت الواقع اعطاك حقك. انا والله اني احمد الله واشكره اني دخلت رصيدك، لانه اعطاني مساحه مفتوحه غرد، عرفت؟ شفت ذاك اللي ما درى كيف يسوي لكن لقي له مساحه انطلق فيها. هذه الحمد لله، هذه الميزه اللي دخلت بها البرنامج. الثانيه يوم تقول تراني ما الحق الاسئله، ايش الاول اللي قلت لها؟ الاول الاول اقول لك حب الناس لك. حب الناس ان شاء الله ان الله يديم المحبه، واشهد الله على محبتهم، واشهد الله اني ما كان لاي شخص في حياتي الا كل محبه وتقدير واحترام، ولا بيني وبين اي شخص اي اشكاليه. طيب ابو حور، سؤال، مر بك شيء في البرنامج ندمت عليه؟ سويت شيء في البرنامج وندمت عليه؟ ما بش ولا شيء، ولا اندم على اي تصرف، وانا اتحمل اي تصرف. بس نزل يدك عشان اوجهك الكاميرا، الله يحفظك. لا في الكاميرا، الله يعلم. اي شيء اسويه انا اتحمل. ما ندمت ابدا؟ نعم ما ندمت على اي شيء. في لحظه في البرنامج كانت مفصليه في شخصيه البحور. ايه، جيت بناتي يا طول العمر، يعني بعد فتره طويله، لان بعضهم مبتعد عن ابنائه وهذا خطا، انا قريب منهم دايم وفجاه ابتعد منهم فتره. يعني ما شفتها تسعى علي كذا بناتي الا ذاك اليوم. مبتن منهم بالعاده بالحيد في بالكاسات الشاهي. بابا غمض، قلت كذا طن على طول. هذا الرياليتي، هذا الواقعية. طيب ابو حور، زد رصيدك 8 بيشارك واحد من عندكم وبيستشيرك، يقول يا ابو حور وش اسوي في زد 8؟ اقول عنزها على واحد لا تنام له عين، واتجه والله معك، وخلك مثل هايلوكس المدحدره، روح مره بس. ما في وصيه معينه؟ ما في شيء. اوصيه انه يكون صادق مع الله، وترى اذا زانت النيه زان كل شيء. خلي النيه صادقه. ابو حور، انت ضد التخطيط؟ ابو حور يقول دعها سماويه. أيوه. تجري على مهل لا تفسدنها براي منك منكوسي. الله. ويمكن لانها سماويه فالهاشتاج الناس تقول ملوك البث موجودين في الحلقة. أزرق ما الدرر باختصار. طيب عفوا بج خير. آمين. أنا من يوم جلست هنا يا أخي حسيت أني من أعضاء كلام اليوم، وأنا أشوف أن هذا محزم فشل. إيه؟ محزم، لا يوجد محزم موجود في القناة. الله أكبر، كلام فاضي. أزهر الحق. ابدا. ايش انتقادك لابو حور؟ ايش رايك في كم متسابق يعني؟ ابو حور ليس متسابق، ولا ينطبق عليه اي شيء من الرياليتي، ولا يعيش الرياليتي ابدا. انا اشوف انه ندمان على مشاركته في القريه. ولو قرات بين عيني افضل شاعر في البرنامج من تعتقد؟ اتوقع والعلم عند الله نشوان. نشوان شاعريته جميله جدا. نعم. طيب الانشاد؟ الانشاد اتوقع محمد بن خير. محمد بن خير انشاد صوته جميل، صوته راقي جدا. جميل جدا، جميل جدا. شيلاته طيب. مليونية ما شاء الله. شيلاته مليونية محمد بن خير. طيب بالنسبة للنقاد زملائك في البرنامج، من تعتقد أنه يستحق البقاء كناقد في البرنامج؟ من أعضاء كلام اليوم؟ من زملائك اللي في كلام اليوم يعني. أعضاء كلام اليوم أنا أتوقع أنهم الموسم الجاي لازم أني أغيرهم كلهم. إي لازم تبقى أغيرهم. تبقى لحالك. لازم أني أغيرهم. لا، عاشر الواقعية، عاشر الواقعية. حاول أنك ترجع بوضعية المتسابق. تبقى متسابق؟ أي نعم. تبقى متسابق. أعرف الرجال. حياك الله محمد، يا مرحبا وسهلا. أبو حور بسألك سؤال ثاني. أبو حور أبشر بس سعد. في متسابق تعتقد أنه كان ينقص شيء واحد وينجم كذا؟ والله ما يعلم الغيب، ما أدري. أنت ما تعتقد أن في واحد من الشباب ودك تنصح نصيحة ودك تصيح فيه تقول يا ابن الحلال؟ فيه فيصل بن شافي. لا ما في، بس فيصل بن شافي طلع بكاركتر جديد لو استخدمه من أول برنامج صح كان هو فوق النو. أمسي عليك بالخير. أمسي عليك بالخير. الله يعطي صدق، أنه ألذ تجربة لي في حياتي. طيب أبو حور، في شيء ندمت أنك أو في شيء كان ودك تسويه من بدري في البرنامج سويته متأخر؟ لا مرة أشوف إني طغيت، يعني طغيت من ناحية إني استهلكت نفسي، استهلكت ما هو نفسي، استهلكت البرنامج، ولكن لم أضيع حقوق أخويا. يعني ما ترى مبادرات ما تذكر على ذلك، لكن لو لاحظت في الريالتي تحصل مبادرات. شوف غير أبو حور، الشير الأخيرة كلمات من كلماتي كلماتك وأدائي.
وأعجبني في الشيلة عجبني في الشيلة أبو حور إنك دشنتها بطريقة بسيطة وجميلة يعني يعني. كانت مبادرة من الإعداد وكنت أبغى دشنها في السيطرة عند سعد القحطاني أها ولكن سبحان الله سبق القدر سبق السيف العدل تدشينك أبو حور كان بسيط جدا وأنا قلت قبل كم يوم في الحلقة أنه أبو حور دشن الحلقة وتعمدنا أن نذكره في كلام يوم ثلاثة أيام متتالية ولا زعل ولا هاوش ولا سوى اي شيء الرجل عايش اللي نتي يقابلنا ويسلم علينا ولا كان في شيء لاني معنز على الله سبحانه ومن تعنز على الله ما يخيب عشان كنت تلاحظ بعض الناس يسوي لك مقطع فيديو يخسر عليه مليارات ويجي مشاهداته واحد يمكن يسويه وهو بين الغنم كذا يطلع عمر ويضرب ضرب سبحان الله ان الله لا اراد ابو حور وين تلقى نفسك في زد 8 و9 و10 في السجن في السجن ان شاء الله فين حق مجان لا اجد نفسي ان شاء الله فوق قمم الجبال وفي بطون الاوديه لا اقصد برنامج يمكن تكون مقدم ممكن تكون معد ممكن تكون مدير البرنامج ممكن تكون مدير القناه انا لو اقول لك شيء بتضحك هات انا كل ما ادخل مكان اجد نفسي فيه يعني كل ما ادخل مكان اقول يا ليتني من اول هنا ليه الانسان ترى ما تنسجم بسرعه لا 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 عندي سبحان الله من فضل الله يعني ما اجيبها صح 100% بس اساير الموجه قدره على التكيف اساير الموجه طيب ابو حور لو كنت ضمن فريق البرنامج في زد 8 وانت تتوقع يحطونك مقدم يحطوني في البوابه لا لا مقدم ولا غير البوابه مقدم اي فقره يمكنني في زد خير زد ايش اسمها زد خيرك لا زد بهاراتك والله زد بهاراتك نعم خيرك. زد بهاراتك اكون ملم بال غالب علي ابو بعدين بابدا احيي فيك هذه المبادره الجميله زد بهاراتك ولكني باجيبها بطابع جديد انشئ من المتسابق شيف لا احطمه شيف ولا اصنع منه رجل محطم حسن ازرع فيه روح التعلم وحب الانتماء شيف ابغاه يمارس الطبخ ويحتك مع اللحم البصل نعم يحتك احتكاك يحس انها جزء منه لا يتجزأ ابو حور كلمتك الاخيره لجمهورك واللي من دعموك في البرنامج احبكم واغليكم اشهد الله على محبتكم يا المحزم المليان كفو انتوا ترى ضمن المحزم المليان تحسبونكم طالعين منها انتوا ما عاد تارك الخيانه ذات يوم آتي والله نحن نحبكم ونغليكم اشكر جميع من دعمني وصوت لي ومدحني وسال عني والله يوفقكم ويجعلنا على قد الهقوة أبو حور سبحان الله في حرارة هنا مدري فين يجي من وراك الله يحفظك أبو حور نجم من نجوم برامج الواقع منا بالله منه أبو حور نجم طبعا مر جني من قدامك جي حرارة مفاجئة ليس لها وجود هذا الجن أعوذ بالله من الشيطان أبو حور نجم برامج الواقع سعيدين جدا باللقاء معك ما جعلني نجم إلا الله سبحانه وتعالى ثم المطالق اللي مثلكم وشرواكم والله يبيض وجيه شفت نفسك الكاميرا الله أكبر الله وجهه شوف رجال طيب ابو حور ابغاك تعطي اوردر للمخرج تقول له مقطع بنج خير وتقول للمشاهدين نتابع مقطع بنج خير نرجع لكم يلا بنتابع مقطع بنج لا هذا كاميرتك هذه كاميرتك هذه بنناظر مقطع بنج خير ومرحبا والله ومسهلا يا بنج خير عطنا جديدك بقول انا مع اهل الطيب والفال زد فرصتك زد قدرتك زد رصيدك انا ومعي 25 رجال واقف البحرين من دون السعودية احزاب الشعب واحد والمصير من المهد لين المهد يا ابو سلمان قائدنا وحبك في الصميم ومواقفك ما هي بحاجة ذكر هذا الزعيم اكبر من العالمية ان كانها صعبة قوية عليهم ما هي على الزعيم صعبة قوية شيخ القرية محمد بن جخان رئيس البلدية اسحبها منك تفضل يا رئيس القرية تفضل لا انت برئيس القرية ولا غيره ليه محمد بن جخير هو المتسابق محمد بن جخير محمد بن جخير وجودي وجد ما نخلص رصيده ليلة الجمعة وبكرة في البحر من حيرجع لي بعدها كمس عين بن جخير ابن جخير يرجع للقرية والله انا تستاهل واحد من الدروع انا اتبرع لام محمد وام هندي 5000 ريال الدرع ذا اللي موجود اذا ان فيه مجال فانا بطلع ليله والله ان اروح لين اوقف عند محمد واخذ منه اللي تبون اي طلب تبون منه انا اضمن لكم اني اروح للرجال واخذ من راسه خليج واحد والهواء والقلب بالحب يتواصل مع بابا وماما استهبل
استهبل والله اسف. نظامنا هذا علاجات تقولون وعلاجات قلب وعلاجات ضغط وسكر. هنا قرارات مصيرية في تاريخ القرية منذ أسست هذه القرية لا تراجع عنها. أولا جميع أنظمة القرية لا تنطبق على أحد داخل هذا البيت. يجيهم هنا يعني وجها لوجه. طيب اسمعوا القرار نفداكم. تغلق جميع البوابات ولا يدخل أي فرد من أعضاء كلام اليوم. أنا أفتخر لا قلت بحريني وأعيش وأموت في حب السعودية. البحريني القادح اللي يحب المنامة والسعودية. صوتي لي يا غنيت يا شين صوتي لي يا غنيت وعناد في الربع بغني صدوا عن الصوت ما صدت تبعدوا كلهم مني يا شين صوتي لي يا غنيت وعناد بالربع بغني قفوا عن الصوت ما قفت تبعدوا كلهم مني شاعر وحبك الشطر والبيت مبدع شعر من صغر سني لكن في الشلة انشلت يا خاف من صوتي الجني. فقرة رسمية يا لا 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 فقرة رسمية تكفى مش خير. فقرة رسمية. طيب يا اخوي شغلوها وشوشت بس يا بنت خير وصلت مليون يعني مو للدرجة دي يعني ما شاء الله يعني مبروك ألف مبروك أول شيء وصلت شلت مليون. الله يبارك فيكم يا أخي. والله بنت خير احنا مسوي لك مفاجأة حلو مفاجأة بهذه المليونية. يا شباب جيبوا لنا منصور تعال تعال أمور طيبة تعال تعال سكتنا بالمليونية. عطونا المليونية يا جماعة جيبوا لنا الحاشي جيبوا لنا حاشي والله هذه الكيكة شفت ما دام الشيلة ذي جت غير اعتيادية إيه؟ وغير رياليتية نعم لازم لها الكيكة حقتها الحاشي الصغير نقطعه نقطعه صراحة كناك أنا آسف يا منصور بس والله شغلوها في التقرير وتتحمس والله تحمس آسف شفتنا في التقرير كنا كذا شو طيب والله تحمس والله أنا آسف والله آسف يا شوف القطو يركض شوف حتى القطو خايف يا مرحبا يا مرحبا ما يبغى لها نقطعها على الماسة في الأرض في الأرض في الأرض ونتربع عليها كانها عشاء. السلام عليكم. أرحبوا. ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك طول عمرك. في الأرض في الأرض. هنا هنا هنا, 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 هنا. غازي. بسم الله. هاي سكينة. طبعاً حتى تقطيعها لازم معنا سكين على طول 7 متر. الله يبارك فيك. تقطيع كذا ودزة. الله. مع الضلع اللي على اليمين. الضلع الله يفدلك. يا هلا والله. أهلا. يا محمد ألف ألف مبروك وصول شيء مليون وشعر عزيز من ضمن أهلا محسن يا مرحبا يا مرحبا يا رحية يا مرحبا الشيخ منصور ألف مبروك زمان ما شفناك يا بعد رازي والله توني جيت أسلم عليكم بمشي والله خلاص يا أبو سلم يا محمد محسن نبغى نتكلم عن جرح سبتمبر لكن أتوقع عشان أتوقع الوقت ما بنعطيه حقه تبغى يكون معنا بكره في وقت اوسع أنا في وقت اوسع لانه ديوان زي ذا حرام نختصره في دقائق الله يسعد الوجه وحضور جميل يا محسن انا طيب وقتي انا تبرع به للرجال لا 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 وقتي انا صادق صدقك محسن تاخذ وقتنا تعال 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 يا محمد وقتي كم هو وقتك ما بقى في شيء شفت لكن خلنا ناخذ الوقت نتناقش فيه في انجازاتك في البرنامج وحضورك محمد بن خير كنت مفاجئ لنا بصراحه أنا أعرف قبل البرنامج ما توقعت أنك بتكون في الرياليتي بهالحضور وهالجمال شو أعرف شخصية قبل كنت يعني شخصية الشاعر اللي فيها ثقل وفيها فيها من شخصية الشاعر ما فيها يعني أكيد لكن تفاجأت بحضورك في الرياليتي محمد زي ما تقول جاء ونسي تاريخه وعاش زي المتسابقين من الصفر عاش الرياليتي عادي جدا كنت تتوقع النجاح ولا لا للأمانة كنت أتوقع 70% 60% 65% موضوع انك نسيت اللي قبل ودخلت انا ما قررت الدخول الا لاني ادخل وانسى كل شيء قبل كل شيء فات انا واجهت صعوبات من قبل ادخل البرنامج وبعض الربع اللي في زود فرصتك ممكن يذكرون موقف انه جاني ضغط اني انسحب من البرنامج من ناس مؤثرين مو هم من القرايب لا من ناس اعلاميين اللي فيهم علاقه قويه
وبعض كلمتهم يعني كلمه اخذ برايهم اخذ برايهم. ففيه شخصين اخذ برايهم دائما ارسلوا لي انك تنسحب من البرنامج قبل مشروعي. انا مشروعي كان اخر واحد في زد فرصتك. والله قدحتها قلت دخلت ما عدني براجع. الشيء اللي الحمد لله اللي مشى الامور ومشى الريالتي معي اني نسيت كل شيء. دخلت كمتسابق. ادخل لا تفكر في اي شيء فات محمد. اي انجازات اوله لا تفكر. محمد صباح الخير يعطيك العافيه. صباح النور مرحبا وسهلا. اول شيء يعطيك العافيه على كل ما قدمت في البرنامج هذا. وكنت خلينا نقول بصريح العباره كنت انت القائد الخفي للمجموعه كامله. كنت انت الموجه للشباب وكنت نوعا ما الموجه الحقيقي خلف الهواء وعلى الهواء باشياء واضحه او غير واضحه للجمهور. محمد كيف قدرت تتكيف وانا فعلا من اول برنامج ما كنت متوقع ولا 1% محمد البنج خير بيكون بهالواقعيه الجميله جدا. توقعت انه شاعر بيكون رسمي جدا بيكون نوعا ما متكلف في شخصيته ينتبه لكل همسة له وكل كلمة له. محمد عاش ريالتي واقعية بكل جمال. كيف قدر تغلب على شخصية الشاعر الأساسية؟ أعطيك الصدق الشباب الربع صراحة المحزم المليان بالأمانة أتكلم جد هم ساعدوني في البداية. يعني أنت داخل معك 25 مالك فيهم أي علاقة ممكن شخصين ثلاثة بس اللي تعرفهم. من زد فرصتك علاقتي معهم تطورت إلى درجة الخوة الميانة خلاص. فلهذا علشان الشيء هذا قدرت أني أعيش الريالتي بكل ريحية. ولا عاد تلتفت وإيش قاعد تسوي خايف علي في قطو ورا. أنا قلت ناجت شوف أبو حور جاب القطو. ترى علي يسألك سؤال مخايف يا أخوي. أنا سألني قاعد يتلفت بدرت وش علمه قاعد يتلفت بين يسار مدرسة. اسلم اسلم بنج خير. فأنا أقول المحزم المليان هم أساس نجاحي للأمانة. مع أن فيه شيء يعني محمد خليك صريح ما له دخل شخصية المحزم المليان في محمد يعني ساعدوني الربع ساعدوني الربع ما له دخل ما له دخل. يقصد محمد إنه 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 وجدت في مجموعة تساعد على النجاح. أنا كذا قصدك؟ دخلت في مجموعة رياجيل بالمختصر. طيب أبو حور يعني تفكيرهم يعني يا اخي ما بس ما واجهت اي مشكله. محمد هل كنت فعلا القائد الخفي زي ما لا ما اشوف الشيء هذا ابدا. هذا شيء احنا نشوف من برا مثل ما الحين مثل مروه الغنام بتقول محمد بن شخير وبحور اقطاب البرنامج. فعلا البرنامج هذا مليء بالاقطاب. ويمكن محمد وبحور انا قلت في الحلقه انه يعني كنتوا مؤثرين جدا في هالمحزم. ممكن ما كان لكم دور في النقاش والصياح وجمع المتسابقين لكن حضوركم بس كان يؤثر. منصور أنا كنت محمد أسأله دائما عن معلومة وهو ينفيها. أنا أقول محمد ما دخل برنامج بريتم واحد دخل بريتم رسمي جدا وفجأة كذا قلب محمد رياليتي 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 على آخر يعني آخرها الشيلة. فمحمد يقول لا أنا من أول كذا ما أعتقدها. لا من أول كذا تذكرت على طاري الحين وأنا جالس تذكرت دخلتي ثالث يوم من جد رصيدك ومن كلام اليوم طلبتوني في الكوفيشن روم ودخلت جلستنا دخلت وجلست ما احد حط علي كاميرا جلس اخر شيء جيت وتربعت عندكم هنا وجلست قعدت انا ما عاد فيه ما قاعد ننتظر في كوفيشن روم قاعد بدخل. فوين الثقل ما اشوف هذه من الامور اللي في بدايه البرنامج هاي ثقل ذي ترى لا ما جبتوني كوفيشن روم اجي عندكم هنا لا ما هي بثقل ذي بس احمد شوف شخصيتك المريحه ما كانت ممكن البرنامج صحيح لا والله انا ما اشوف الشيء ذا والله انا اشوف من البدايه ممكن نص البرنامج فيه حاجة غيرتني للأمانة يوم طلعت يومين في نص البرنامج طلعت يومين قبل محمد تنصح المتسابقين اللي بيشاركون في النسخ القادمة أنه في فترة من البرنامج لازم يطلع شوي يشوف الوضع عز الله اللي شوف اللي مؤدي في البرنامج يطلع اللي يشوف نفسه أنه مؤدي يطلع غيرتك اليوم جدا أنا طلعت ولله الحمد لقيت شيء غير طبيعي أعطاني باور أعطاني معنوية قوية من الجمهور محمد دندن. تعتقد أنها النسخة من أنجح النسخ اللي مرت على البرنامج أنجح نسخة في تاريخ زد رصيدك ليش بس أنا أشوفها كذا والله هذه النرجسية أستاذ محمد أنا أشوفها كذا أفضل طبعا طبعاً علي يزعل لأنه هو نسخة أيضا ما هو نسخة أنا بالعكس بالعكس علي لكن ما هو بكسور فيك ولا أبدا والله ما له دخل النسخ السابقة أتكلم لأنه الجمهور مقيم فصعب انت تقيم نفسك تقيم زملائك الجمهور مقيم الاساسي لك انا ما قيم نفسي وبعلمك حاجه كل نسخه مكمل الاخرى
يعني ثلاثة مكمل الأربعة، وأربعة مكمل الخمسة، وخمسة مكمل الستة، وستة مكمل سبعة، وسبعة مكمل حياتك واحد واثنين، كلها طيب مكمل البعض. مستحيل تقول النسخة هذه تختلف. كلامي مو بتقييم، كلامي مو بتقييم، هو أنا اللي أقيم البرنامج، برنامج كبير. هو يتكلم عن نسختين على مستوى على مستوى العالم العربي، مو أنا اللي أقيمه، بس أنا أقول لك وجهة نظري إن نسختنا هي الأفضل. ما أدري. طيب وش اللي كان يميز نسختكم؟ المحزم المليان والخوة. الخوة. الخوة كانوا الرجال على على قلب واحد. غير هذا فيه كبار سن صغار سن. على فكرة أنت وين الناس تعتقد؟ للحين أنت ما تصدق ما صدقت. الناس معتقدين إن صوتك إن عمرك كبير جدا. يمكن أنا قلت في بداية البرنامج إنه أنت اعتقدت إن عمرك كبير، اكتشفت إنك محمد. أنا بصرح. تقول مواليدك كم؟ محمد أنا بصرح. قول مواليد. مواليد كم؟ أنا شهر 12 1989، يعني 90. يعني 90 ميلادي. يعني 30 سنة. قبل قبل 10 أيام كملت. قبل 10 أيام كملت 28. 28. 28 يا كابتن. 28 سنة. ما شاء الله. 38 سنة ما شاء الله. 28 يا علي. 28 يا حبيبي. 28 يعني. البطاقة موجودة. هاني قلت له هو ما صدقني بتشوف البطاقة. طيب. ما شاء الله. أبو حور كيف تقييمك لأداء محمد بن جخير متسابقا في جد رصيدك؟ الله أكبر. تحدث عن هرم. أتحدث عنها تاريخ. إذا ما تدرس سيرته في بريطانيا أو في الدول العظمى فماني أبو حور. إذا ما تصور له موسوعة ما تدرس إلا في البحر الميت على ظهر قارب تحت الشمس القارسة. قارسة والله إذنك والله خبر القرسة. ما دخل شمس قارس والله ما نعمبه أبو خير. بس محمد إضافة لكل من يمشي معه. إي والله الله يعزك ولا هو متحيز. هذه الميزة. هل وجدت يا محمد بحرين هل وجدت هذا عائق البرنامج؟ من بين الشباب الربع يعني؟ نعم. لا مع ان شوف في 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 فيه حاجه انا مضايقتني احيانا ان تصير فيه مشاكل وتطلع قدام الناس بين الشباب. هذه ما كان ودي انها تصير صراحه. في مشاكل في وقتها وتنتهي في وقتها، ما يصبح الصبح للرجال. محمد سؤال اخير. شخصيه تعتقد لله فضل عليك في البرنامج؟ برا البرنامج. برا البرنامج خارج البرنامج. ايه. سالم جخير. سالم اعلاميا ايه من بدايه مسيرتي في شاعر المليون وقبل شاعر المليون هو اللي كان معي. نوجه له تحيه كبيره الشاعر الكبير سالم بن جخير. وحنا اليوم كان ودنا نتناقش. انا كنت بقول له غير سالم بن جخير. انا ادري انك تقول سالم جخير. والله يستاهل سالم بن جخير. يعني محمد تجربه ثريه في البرنامج. تشرفنا جدا بوجودك معنا كأخ أنت وأبو حور عبد السلام الشهراني. عبد السلام ترى قبل لا أجيكم في الناظر ذاك اليوم معرف أسماء المتسابقين قابلني شخص عزيز قال إذا ما جت النسخة دي فيها أبو حور ترى بتفشل. قلت مين أبو حور؟ قال واحد اسمه عبد السلام الشهراني لازم تشوفونه مقاطع جميلة. وصار يرسل لي مقاطعك. شوف بعلمك حاجة أنا أول ما تفشل ما هو أخوي أخوي عيلي وتاج راسي بعد راسي حبيبي. ليش نجاح النسخة بواحد ولا باثنين ولا بعشرة ولا بخمسطاعش؟ نجاح النسخة من اللي متواجدين فيها. وفشل النسخة حند الحين أنا على 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 قدر المثال الموقف اللي ينفعنا كلنا هذا يعتبر إضافة لنا. برنج خير لو ينجح في شيء إضافة لنا. يوم نجحت شيلته والله نحن فرحنا كلنا لأن احنا نحب النجاح باسمنا جميع. في فرق بين زد رصيدك سبعة كفو ولا لخفقوا. نقطة أخيرة نقطة أخيرة برنج خير وتعال نقطع الكيك. أخيرة مهمة والله أني صادق فيها. من الأشياء اللي أنا أقول إن نسخة زد رصيدك سبعة أنها التب وجود الرجالة فيها. رجل هذا رجل الواقع الاول. الله انا اذكر الله. قلت الهاني في الواتساب اول ما طرحت الاسماء في البرومو ونزل في التويتر صورت الصوره على صوره محمد وعلى صوره بحور. قلت الشخصيتين في البرنامج هذه بتكون مختلفه تماما لانها جميله جدا. وعلى فكره خلني اكشف سر بعد. من ضمن الاشياء الجميله في هالبرنامج ما في احد في البرنامج وجير نجاحه لنفسه. وهذه ميزه فيكم كلكم انه كل النجاحات باسم المجموعه. هذا الديوان الكبير والجميل نبغى نناقشه بوقت أطول. يستحق هذا الديوان جرح سبتمبر. يستحق شعريا ويستحق صاحبه كشاعر من أبرز الشعراء اللي قد يحدثون نقلة كبيرة جدا في الجزيرة العربية. يمكن يتفقون معي الشعراء اللي موجودين في البرنامج. نعم بن جخير تعال. الشباب منصور علي أبو حور بينما نتجمع عند الكيكة. هل بتجيني في الديرة؟ طبعا الرجال ذا بيكون راعي محل. أبرك ساعة والله. أبرك ساعة ناصر الحربي قال مستحيل أجيك. هذه الكيكة بمناسبة إيش يا محمد لو تقرأها؟ الرداد أهداء إلى المتسابق محمد بن جخير. مبروك صوتك وصل المليون. طبعا أسرع شلة على فكرة. أسرع شلة وصلت مليون. ممكن نعم. مخرجنا تطلعها تطيح. أبو حور عنده إتقان في بن جخير. أرفع رأسك عشان نأخذ الصورة بس.
جميل. البحور لو بس يعني طيب نقطع الكيكه ونختم نقطع الكيكه ونختم غدا ان شاء الله معنا اربع معنا الاربع المتسابقين الباقين في المنافسه وبعد غد عندنا حلقه خاصه جدا 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 وبعده سيكون قد يكون ختام كلام اليوم ان شاء الله ويوم الاربعاء ان شاء الله حيكون يوم البرايم النهائي. سامي محمد من صوت لي غنيت وانا الغرب بغني ردوا على الصوت غنيت وانا الغرب بغني يا لا 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 يا لا 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 تدرى صيدك يلا 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 تدرى صيدك.